فيديو ملكة جمال العراق تستعرض هداياها رولكس وحزم دولارات. لم تتمكن عارضة الأزياء شمس من إخفاء فرحتها بالهدايا التي وصلتها بعد فوزها بلقب ملكة العراق المغترب، بل أحبت أن تستعرضها على طريقتها الخاصة. شمس نشرت عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو وهي تفتح الهدايا، وبينها هدية من معجب مجهول الهوية عبارة عن ساعة رولكس مطعمة بالماس ورزمال من فئة $100. وقالت شمس: أحلى هدية، تجنن. وحصلت شمس على شهرة واسعة نظر للشبه الكبير بينها وبين الإعلامية حليمة بولند، وهناك من يقول أنها تتعمد تقليدها، وهي فازت أخيراً بلقب ملكة جمال العراق المغترب. موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي، شاهد ماذا فعل حراسه الشخصيين. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى المناسبات التي حضرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأظهر الفيديو موقف جمع موديل عربية شهيرة بالوفد المصاحب لحاكم دبي. وظهرت الموديل العراقية شمس تقف أمام الوفد الذي يضم الشيخ محمد بن راشد وحراسه ومعاونيه، ليفاجئها أحد الحراس بإبعادها عن المكان الذي تقف فيه حتى يمر الشيخ محمد بن راشد. يشار أن المقطع لم يظهر وجه الموديل، ولكن أكد المغردون أنها الموديل العراقية شمس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.